هذه حد الآن أخذنا موضوع اسمه البنزين، ولاحظنا البنزين أنه مركب سايكليك بلانر كومبليتلي كونجوجيتد أند ساتيسفاي هوجر رول. على الأساس الأربعة الكريتيريا الأربعة كان البنزين يعتبر أروماتيك كومباوند. ايضا لاحظنا ان البنزين يصب بصفه اساسيه انه يعتبر ستيبل كومباوند قياسا للالكين، وبنفس الوقت ايضا يعتبر البنزين يدخل تفاعلات خاصه في تفاعلات الكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن ريأكشن اللي هي هاي محاضرتنا هذا اليوم. فإذا محاضرتنا لهذا اليوم هو تفاعلات الأروماتيك كومباوند، العينة مالتنا هو البنزين. الميكانيزم مال هذا التفاعل هو تفاعل هيدروفيليك أروماتيك سبستيوشن ريأكشن. كلمة ديريفيتيف موضوعنا بالتايتل بنزين ريأكشن مالته أند ديريفيتيف. كلمة ديريفيتيف يعني البنزين عليه نوع من الجروبات، احنا نسميه بالكيمياء العضويه ديريفيتيف، لكن ان شاء الله متصعدون للفارماسيكال كيمستري حتلقون فد لغه اسمها انالوج. انالوج كلمه انالوج يعني مركب دوائي صار عليه نفس التطوير، غيروا فد جروبات بي يسموه انالوج او مشابه له فيسمى انالوج. حتعرفون ان شاء الله من توصل المرحله الثالثه والرابعه حتسمعون هاي الكلمه هاي المصطلح. احنا نقول بالكيمياء العضويه ديريفيتيفز، فكلمه ديريفيتيف يعني مشتقات البنزين. لو نضع في هذا السلايد هنلاحظ عنوان للرياكشن هو الكتروفيليك Aromatic Substitution Reaction. Alkytrophilic Aromatic Substitution Reaction. كم مقطع متكون من هذا؟ كم مقطع هاي الجملة؟ من ثلاث مقاطع عشر جواها. Alkytrophile Aromatic Substitution. بالكيمياء العضوية اكو فد معادلة عامة للكيمياء العضوية، هذه العامة اتوقعون اياها ولا ما اعرف. اشر وياي هاي المعادلة سبستريت بلس ريأجنت كونديشن سبستريت ريأجنت كونديشن سولفنت برودكت بلس باي برودكت. هاي يسموها المعادلة العامة للكيمياء العضوية. ما هو السبستريت؟ ما هو الريأجنت؟ ما هو الكونديشن؟ السولفنت المناسب للتفاعل هذا؟ والبرودكت اللي احنا نطلع. الكونديشن اشر عليه اما هيت او بريشر او ضوء او كاتاليست. اما هيت او بريشر او ضوء او كاتاليست، هاي هي الكونديشن. السولفنت هو المذيب، البرودكت برودكت. حتى نفهم هذا الموضوع ما هو السبستريت، حنطي معادله في تفاعل الالكان. الالكان
يعتبر سبستريت. الالكان يعتبر سبستريت. الايجنت مالته كان الهالوجين. ثم كلور او بروم. الكونديشن كانت اما حراره او ضوء. تعطاني الكان هلا. اما باي برودكت اذا كان CO2 تعطاني HCl، واذا كان Br2 تعطاني شو تعطاني؟ HBr. اذا السبستريت هي المادة الرئيسية اللي يحدث عليها التفاعل. المادة الرئيسية اللي يحدث عليها التفاعل. الرياجنت هو المؤثر على التفاعل، على المادة المتفاعلة. الكونديشن البرودكت حصلت اني مادة رئيسية برودكت والباي برودكت. مثال اخر، لو اخذنا الالكين، الكين ضفنا له البرومين Br2، الكونديشن مالته كان السولفنت CCl4، بدونه ما يصير التفاعل. شو الثاني؟ الثاني الكان B2 substituted Br. الثاني الكان B2 substituted، هذا التفاعل addition reaction، هذا التفاعل free radical مال الكان. على هذا الأساس، على هذا الأساس افتهمنا ما هو بعد المعادلة. المعادلة هي عبارة عن سبستريت كان الألكان، والرياجنت كان الألكان هو السبستريت، والرياجنت كان الهالوجين، وأيضا عندي كان ظروف للتفاعل إما هيت أو ضوء حتى يعطيني الألكان هذا. هاي المعادلة لو ردنا نطبقها على هذا الرياكشن، من هو السبستريت؟ من هو السبستريت؟ البنزين. إذا البنزين يعتبر سبستريت اللي أخذنا عينة، يعني بمعنى آخر الأروماتيك كومباوند. الأروماتيك كومباوند هو سبستريت بلس. من هو الريجنت؟ الكتروفايل. الإي بلس كابيتال الكتروفايل. شنو الكونديشن؟ شو يعطيني؟ شو يعطيني يا طلاب؟ يعطيني حلقة بنزين على شكو؟ بنزين سميناه ديريفيتيف. هاي معادلة طبقناها على كل التفاعلات اخذناها بالكيمياء العضوية. اذا تفاعلنا، اذا عندي فد مركب سبستريت اروماتيك، عينتي هو البنزين، فعلته مع الكتروفايل، حضرت من عنده derivatives of compound. من هو بهذا التفاعل؟ ما هو هذا التفاعل؟ طبيعي ايش طلع عندنا الباي برودكت؟ ما هو الباي برودكت اذا اخذنا البنزين؟ من هو الباي برودكت؟ هيدروجين. الباي برودكت مالتي بروتون. طبيعي احنا من نسوي معادلات، من نسوي معادلات طلاب ما تكتب بلس وماينس، ما تفت شيء اسمه اي بلس حر هيش طليق الكتروفايل، ولا اكو بروتون حيطلع لنا حر طليق، صح؟ السؤال الاول، ما هو تفاعلات الاروماتيك كومباوند اللي من ضمن الالكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن رياكشن؟ هذا السؤال الاول. ما هي تفاعلات
الرئيسية للالكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن رياكشن. اثنين، من هو المجهول في هذا المعادلة؟ من هو المجهول طلاب؟ الالكتروفاير. المجهول في هاي المعادلة هو الالكتروفاير. إذا المعلوم هو الاروماتيك كومباوند، المجهول هو الالكتروفاير، والبرودكت واضح. إذا عرفت الالكتروفاير البرودكت صار عندي واضح للعيال. إذا حندرس خمس تفاعلات رئيسية. التفاعل الأول الهالوجينيشن. التفاعل الأول هالوجينيشن. عندك شيء؟ اسألني بحبابي. هالوجينيشن عبارة عن سبستيت. من عندنا هنا عينة بنزين. السيارة شو يعتبر؟ رياجنت أو بي آر. أما سيارة أو بي آر. سجلوها بي آر. عندي هنا شنو فوق؟ فيرنت كلورايد. اكتب عليه كاتاليست. اكتب عليه كاتاليست. حضر لي كلوروبنزين في حالة استخدام السي ار 2، في حالة استخدام بي ار شنو طلع لي؟ برومو بنزين زائد باي برودكت اما اتش سي ار او يعطيني اتش اي ار. هاي المعادلة الأولى. إذا أول تفاعل يسموها هالوجينيشن. التفاعل الثاني نايتريشن عبارة عن بنزين سبستريت فاعلناه مع ريأجنت نايتريك أسيد. الكاتاليست مالتي H2SO4 حضرنا نايتروبنزين وناتج التفاعل عندي ووتر. التفاعل الثالث سلفونيشن. سبستريت عندي البنزين الرياجنت SO3 الكاتاليست H2SO4 حضرت سلفونيك اسيد بنزين سلفونيك اسيد بنزين سلفونيك اسيد. التفاعل الرابع الكليشن اوف فريدريكرافت. الكليشن اوف فريدريكرافت عباره عن تفاعل اروماتيك كومباوند بنزين مع هاليد الكين. هذا الاكس اكتب عليه اما كلور او بروم. هذا الاكس اما كلور هاليد الكين ألمنيوم كلورايد كاتاليست تجري ما يسمى بمركبات الارين. الكال بنزين تسمى ارين زائد اتش اكس. التفاعل الخامس اسيليشن اوف فريدريكرافت عباره عن بنزين فاعلناه مع اسيل هالايد. اسيل هالايد الاكس هنا اما كلور او بروم. يتكون عندي مركب كيتون. يتكون عندي مركب كيتون زائد اتش اكس. اذا هناك خمس تفاعلات تدخل ميكانيزم الكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن رياكشن. هالوجينيشن نايتريشن سلفونيشن فريدريكرافت بنوعين نوع الاثنان الكليشن اند اسيليشن. هاي لازم نبعد نفصل. اذا حتى نفهم التفاعل لازم ندرس ميكانيزم اوف الكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن رياكشن. هاي المعادلة العامة. سبستريت بنزين شرط أساس البنزين يحتوي على الأقل شنو؟ ذرة هيدروجين. بدون وجود ذرة الهيدروجين لا يحدث التفاعل. يعني إذا عندي بنزين ما بيها ولا ذرة هيدروجين لا يحدث التفاعل. أكرر، إذا عندي بنزين ما يحتوي على أي ذرة من الهيدروجين على الرين أفاعله مع الكتروفاير لا يحدث التفاعل. التفاعل الثالث
دكتور عندي هذا الترتيب وصار عندي سبستيوشن ريكشن. شلون بيصير هذا الكتابي؟ ضعف اللاك. هذا التفاعل 3 ستيب، اكتب 3 ستيب. تفاعلات الالكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن ريأكشن 3 ستيب. الستيب الاول عباره عن تفاعل ريجنت مع كاتاليست لتكوين الالتيتروفايل. الستيب الاول عباره عن تفاعل ريجنت زائد الكاتاليست يتكون عندي الالتيتروفايل، عبارة عن تفاعل ريجنت زائد الكاتاليست يعطيني الكتروفايل. في حالة الهالوجينيشن ما هو الريجنت؟ عندكم الجدول، دزيتكم اياه الجدول، طلعوا لي الجدول. اجل طلع الجدول. أجد هذا الجدول. قبل ما أبدأ بالجدول، كم تفاعل كان عندنا طلاب؟ كم تفاعل اللي هي هالوجينيشن نايتريشن سلفونيشن فري دي كرافت نوعين؟ باعوا لي على الاسهم، باعوا لي على الاسهم. ال H2SO4 ال H2SO4 ككاتلس وين متكون؟ وين احتاجناه؟ يا تفاعل يا تفاعل. احتاجناه بالسلفونيشن بالنايتريشن، اشر عليه. اذا بالسلفونيشن وبالنايتريشن ايش نحتاج كاتلس؟ H2SO4. في حاله السلفونيشن والنيتريشن على السهم موجود شنو؟ H2SO4 هو الكاتاليست. اذا في حاله تفاعلات السلفونيشن مع ويا من؟ سلفونيشن والنيتريشن نحتاج كاتاليست لتكوين الالكتروفايل هو H2SO4. اعيد طلاب، اعيد. في حاله تفاعلات النيتريشن والسلفونيشن نحتاج الكاتاليست لتكوين الالكتروفايل نحتاجه H2SO4 سلفيوريك اسيد. واضح طلاب؟ لو اعيد اعيد. في حاله تفاعلات السلفونيشن والنايتريشن نحتاج الكاتاليست مالتنا H2SO4 لتكوين الالكتروفايل. هسه اشرحها بالكامل، كلنا نشرحها. اما في حاله تفاعلات شو بقالنا؟ الهالوجينيشن والفريدر كرافت بنوعين الكيليشن والاسيليشن نحتاج ما يسمى بلويس اسيد. ثبت همه لويس اسيد. يسمى لويس اسيد. ما هو لويس اسيد؟ ثبت همه. ما هو لويس اسيد اللي استخدمه؟ AlCl3. ثبتها لك AlCl3. AlBr3 ألمنيوم برومايد، تراي برومايد. AlCl3 AlBr3 FeCl3 Fe فريك كلوريد FeCl3 FeBr3 FeCl3 FeBr3 SnCl4 تن كلورايد قصدير
SnCl4 phosphoric acid at 3PO4 PO4 أو الـ HF H3PO4 والـ HF بالامتحان إما تكتب لي وحدة من ذني أو تكتب على السهم لويس أسد. أعيد بالامتحان إما تكتب لي لهذني ثلاث تفاعلات اللي حتى أنتج من عندها الكتروفاير، إما تكتب لي لويس أسد أو تكتب لي وحدة من ذني المرتبات اللي أعطيتك إياها. واضح طلاب ايش احكي؟ فاذا الستيب الاول في هذا التفاعل هو تكوين شنو؟ تكوين شنو؟ عبر يا تفاعل عبر تفاعل ريجنت مع كاتاليست تكوين الالكتروفايل. لو اخذنا في حاله الهالوجينيشن من هو الريجنت مالتنا؟ اما Cl2 او Br2 حتى شدني الكتروفاير اما Cl+ او Br+ ما هو الناتج المتكون اما كلوروبنزين او برومبنزين اذا في حاله الهالوجينيشن نحتاج ريجنت اما Cl2 ما هو الكاتاليست المستخدم لويس اسيد ما هو الكتلة بحالة جدول جد بسيط ما هو الكتلة المستخدم لويس أسيد لو جينا في حالة النايتريشن ما هو الريجنت المستخدمين H2SO4 الريجنت ما تأكد ما هو الكتلة H2SO4 حتى شفتني بالنايتريشن اكتروفايل مادي NO2+ في حالة السلفونيشن الريجنت مالتي SO3 والكاتلست H2SO4 حتى يعطيني SO3H+ في حالة الفريدكراف الكيليشن الكاتلست مالتي لويس اسيد مع هاليد مع هالالكايل هالايد حتى يعطيني R+ اسمه كاربو كاتيون اشرح كله بالكامل في حالة الفريدكراف اسيليشن احتاج لويس اسيد كاتاليست الريجنت مالتي اسيد كلورايد او اسيد بروميد يسمى اسيد هالات راح اشرحها حتى يعطيني ار سي دبل بوند او بلس مالتي الكتروفا اذا العامل المشترك بالكاتاليست النيتريشن والسلفريشن نفس الكاتاليست H2SO4 ولويس اسيد بقيه التفاعلات الثلاثه الاخرى اكو سؤال طلاب على هذا الموضوع حتى ابدي اشرح شلون يتكون الكتل نعم كله حشرحه بس على المهم كله حشرحه واحد واحد اشتغل كاتاليست اكو اي شيء ما فاهم طالب على هذا الموضوع اذا المعادله العامه لتفاعلات الالكتروفيلك اروماتيك سبستيوشن هو سبستريت مع ريجنت مع الكونديشن ايش حنكتب؟ كاتاليست يعطيني البرودكت حتى اسوي الالكتروفايل لازم فاعل ريجنت مع الكاتاليست يعطيني الالكتروفايل اذا الخطوه الاولى في هاي التفاعلات ايش حنقول عليها؟ برودكشن اوف شنو؟ الكتروفايل ورا ما اسوي الخطوه الاولى نرجع مالتنا الميكانيزم نرجع على هالخطوة لأن الخطوة الأولى شو نكون؟ الكتروفايل من يتكون الكتروفايل؟ إما يهاجم ذرة الكربون التي تحتوي على شنو؟ هيدروجين يهاجم ذرة الكربون تحتوي على هيدروجين هاي الخطوة هي خطوة بطيئة سلو أشر على كلمة سلو بما أنه هاي الخطوة سلو هاي بالكاينتيك تسمى ريد ديترمينينج ستيت ريد
determining step، الخطوة المحددة شئن من للتفاعل، هتاخذوها بالفيزيكال فارماسي. ما هي الريت ديترمينج ستيب بالتفاعل بالميكانيزم؟ الخطوة هاي هي خطوة البطيئة بالتفاعل. احنا مو قلنا ثلاث ستيبات، الستيب الاول ما هو تكوين الالكتروفاير، الخطوة الثانية هو تفاعل الالكتروفاير مع الاروماتيك لتكوين هذا المعقد، تكوين هذا المعقد. هذا المعقد خطوة سريعة يفقد جزيئة البروتون، خطوة فاست، أشر على فاست، خطوة سريعة يفقد بها البروتون ويتكون عندنا المركب الرايدين المحضر، إما هالوجينيشن أو بقية التفاعلات الأخرى. إذا ميكانيزم أوف رياكشن أوف الكتروفيلك أروماتيك سبستيوشن رياكشن، ثلاث خطوات: تكوين الالكتروفاير، مهاجمة الالكتروفايل لذرة الكربون الحاملة لشح على الأقل ذرة واحدة من الهيدروجين، ومن ثم تكوين المركب ويفقد الجزيئة تفقد بروتون. هذا لازم نبعد أي كل هذه التفاعلات نبعد واحدة واحدة ونفصلها. أكو أي سؤال ودي على هذا الميكانيزم؟ خطوات ثلاثة، أول خطوة تكوين الالكتروفاير من خلال تفاعل ريجنت مع كاتاليست مناسب للتفاعل لتكوين الالكتروفاير. مين تكون الالكتروفاير؟ يهاجم ذرة الكربون بالأروماتيك كومباوند اللي تحتوي على ذرة واحدة من الهيدروجين. هاي الخطوة سميها ريت ديترمينج ستيب، خطوة بطيئة. الخطوة الثالثة والأخيرة هو تكوين المركب وفقدان للبروتون من الذرة المركزية مع الأروماتيك كومباوند. واضح ولا؟ فقدان البروتون، تكوين البرودكت الناتج النهائي. نعم. ياهو. الالكتروفايل شلون يهاجم؟ الالكتروفايل يهاجم بعد تكوين الالكتروفاير، يهاجم الالكتروفاير ذرة الكربون، يهاجم ذرة الكربون. هو حقيقة مو الالكتروفايل يهاجم، هو الكترونات الباي الموجودة على البنزين ريك حتى تكون دقيقين هي تهاجم الالكتروفايل. دائما التفاعلات من الضغط العالي للضغط الواطئ، بمعنى ان عندي الكترونات هي حتهاجم الالكتروفايل وتكوين هذا المركب الوسطي على شكل موجبة، ومن ثم فقدان البروتون وتكوين البروتون. نعم. الثالثة يفقد البروتون. الثالثة يفقد بعض معادلات. الثالثة يفقد البروتون. الثالثة يفقد البروتون. فإذا كان فقد البروتون يعني صار الالكتروفاير صار سبستيوتد بمكان منه؟ الالكتروفاير طب بمكان من طلاب؟ هيدروجين. مكان البروتون. الالكتروفاير هي الكلمة، هو المعادلة اسمها سبستيوشن. الالكتروفاير دخل صار سبستيوتد بمكان إحدى ذرات الهيدروجين فقد البروتون. هسه حناخذ كل الخمس تفاعلات شلون حنسوي الميكانيزم لتكوين الالكتروفايل وشلون نسوي المركبات. اكو اي سؤال ولدي؟ هسه ننتقل الى اول تفاعل الهالوجينيشن. كيف يحدث تفاعل الهالوجينيشن؟ كيف يحدث تفاعل الهالوجينيشن؟ ما هو الكاتاليست في تفاعلات الهالوجينيشن؟ طلاب يا رجاء لا حد يسأل بصفك. طلاب الله يخليك لا تسأل بصفك. هو ما دي يعرف. حيجاوبك؟
رجاء طلاب اسألني إلي والله ما تعجز. الخطوة الأولى هو عندنا تفاعل الهالوجينيشن. ما هو الكثس بالهالوجينيشن؟ اكتب لويس أسد. تفاعل الهالوجينيشن نحتاج كثس لويس أسد. ما هو الرياجنت؟ اما شنو؟ اما CO2 او جين. اذا الخطوة الاولى هو تفاعل. انا اخذت العينة كلورينيشن داسل. تفاعل بكلور CO2 مع ويامن؟ مع لويس اسد. الكلور شو اعتبر؟ هذا لويس اسد، هذا شو اعتبر؟ اشر عليه لويس بيس. كأنه دا اسوي تفاعل حامض مع شنو؟ مع قاعدة. حتى شو تكون لي؟ اشر عليه حامض مع قاعدة شو يكون؟ ملح. يكون عنده احنا هنا ما نسميه ملح، نسميه كومبلكس. يكون عندي كومبلكس. يكون عندي كومبلكس. من هو الالكتروفايل بيأشر عليه؟ من هو الالكتروفايل؟ سي ار بلس. سي ار بلس اشر هذا. اذا كوننا هذا التفاعل تفاعل لويس بيس اللي هو كان كلورين او برومين مع لويس اسيد، كون عندي هذا الكومبلكس، كون عندي سي ار بلس يعني تفاعل كلورينيشن داسل. من تكون الالكتروفايل الخطوات الباقيه تكون سهله. الالكترونات باي على الرينج مال بنزين هاجمت الالكتروفايل، الالكتروفايل بوزيتيف، فالالكترونات هاجم البوزيتيف. خطوه بطيئه يتكون عندي هذا المركب المعقد، يتكون عندي هذا المركب. هذا شو قلت اياه؟ لان شو قلنا الاروماتيك كابانسي ريزونانس عندنا، صار عندنا ريزونانس. الخطوة الأخيرة بالتفاعل يرجع الـ FeCl4 يتكون بالكومبلكس أو بالخطوة الثانية، يأخذ البروتون خطوة سريعة، يتكون عندي الديرفيتيف كلوروبنزين الباي برودكت مال HCl ويطلع الكاتاليست نفسه FeCl. اسمه كاتاليست. من نقول كاتاليست يعني المركب يسوي التفاعل ويخرج. مركب يسوي تفاعل ويخرج. فاذا FeCl3 بقى عندنا بالتفاعل كباي برودكت. ليش بقى بالتفاعل FeCl3 طلاب؟ لانه شنو دوره كان؟ اشتغل عليه. دوره عامل مساعد كاتاليست. دوره عامل مساعد. نعم. عايده. اذا التفاعل هذا مال كلوريليشن او الهالوجينيشن يصير عبر ثلاث خطوات. الخطوه الاولى هو تفاعل الهالوجين، اخذنا عينه سي ار 2 اعتبرناه لويس بيس. ليش لويس بيس طلاب؟ لان يحتوي على الكترونات مع لويس اسيد، تكون عندي هذا المعقد بالكتروفايل سي او بلس واف اي سي او 4 مالته الكونجيجيتد نيجاتيف تشارج. الالكتروفايل هوجم من قبل الباي بوند الموجوده على الرينج مال بنزين تكوين هذا الكومبلكس الوسطي. بعدين الاف اي سي او 4 يتكون بالخطوه الاولى، ياخذ البروتون لتكوين الاكسيال والكترس يخرج ام اي سي ال يخرج وتكوين المركب هو الكلوروبنزين. اذا الكاتاليست مثل ما استخدمناه بدايه التفاعل طلع مثل ما هو نقدر نستفاد من عنده للمره الاخرى. اسمه كاتاليست، اسمه عامل مساعد. صعبه طلاب؟ صعبه بس التفاعل نفسه كاتاليست ولا شلون يصير؟ عبر تفاعل حامض مع قاعده لتكوين المعقد. احنا لا نسميه معقد وليس ملح، هو حقيقه ملح بس احنا نسميه كومبلكس. بعدك شيء طلاب؟ احد يريد بعيد؟ يا خطوه منها.
الخطوه الاخيره هي تفاعل معدل تكون تكون عندنا فد كومبلكس اسمه سي ال بلس اف اي سي ال 4 اف اي سي ال 4 اخذ البروتون اخذ البروتون من على تجزئه البنزين وكون اتش سي ال اف اي سي ال 3 وطلع عندنا البرودكت اللي احنا نحتاجه. دكتور بس نعم طلع بعد اي سؤال طلاب؟ اسال ابن اسال ماكو سؤال؟ لا حد يحكي لا حد يحكي لا حد يحكي يا هاي بنتي يا خطوي طبقة؟ تذكر ما نعيد بعد اكثر تفقدون الفهم. الخطوة الأولى بدنا تكوين الالتيتروفايل عبر تفاعل لويس أسيد مع لويس بيز. لويس بيز عندنا هو الكلورين أو البرومين. حضر عندنا كومبلكس بالالتيتروفايل إما سي ال بلس أو بي ار بلس. ويا اف اي سي ال 3 أو اف اي سي ال 3 بي ار. اف اي سي ال 4 نيجاتيف تشارج. الالكتروفايل تكون يتهاجم من قبل الباي بوند مع بنزين رين يهاجم الالكتروفايل يكون الخطوه الوسطيه. خطوه وسطيه هاي سميناها ريد ديترمينت ستيب من خطوه بسيطه ضعيفه السرعه مالتها قليله. الخطوه الاخيره هو فقدان الكاتاليست فقدان تكوين الباي برودكت والبرودكت النهائي. قول له ناخذ 10 دقائق استراحه ونرجع نكمل. تفسير للميكانيزم اوف رياكشن اوف الكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن رياكشن من خلال كيف تكون الالكتروفايل كيف يتهاجم الالكتروفايل من قبل الجزيئه الاروماتيه وتكوين البرودكت والباي برودكت. وذكرنا ان التفاعلات الالكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن الخمسه اللي اخذناها اللي هي هالوجينيشن نايتريشن سلفونيشن فريدكرافت بنوعيها عباره عن تفاعلات سبستريت كان اروماتيك اخذنا عينه بنزين مع ريجنت المناسب لتكوين الناتج المناسب بشرط استخدام الكاتاليست. الكاتاليست استخدمنا فقط نوعين اما استعملنا في حاله النيتريشن والسلفونيشن استخدمنا H2SO4 وفي حاله التفاعلات الثلاثه الاخرى اللي هي شنو هي؟ فريدكرافت بنوعينها بلس الهالوجينيشن استعملنا لويس اسيد. اذا المحرك الرئيسي هو تكوين الالكتروفايل. اخذنا المثال الاول هالوجينيشن كان الالكتروفايل اما سي ال بلس او بي ار بلس. كيف تكون؟ تكون من خلال تفاعل الهالوجين اللي اعتبرناه لويس بيز. ليش لويس بيز؟ اللي عنده ان شير بير اوف الكترونات الخارجيه مالته فاذا تعتبر بيز مع لويس اسيد وتكون عندي الالكتروفايل. وكما ذكرت ان الكاتاليست يستخدم عامل مساعد كاتاليست يستخدم مثل ما هو يطلع بناتج التفاعل يستخدمون يعيدون مالته استخدامه وهكذا. هسه حندرس النايتريشن كيف نحدد النايتريشن. النايتريشن يحدث من خلال تفاعل لتكوين الالكتروفايل يحدث من خلال تفاعل السلفيوريك اسيد مع نايتريك اسيد. سلفيوريك اسيد H2SO4 مع نايتريك اسيد لتكوين هذا المعقد. هذا المعقد يكون جزيئه ماء يكون عنده NO2+. هذا المعقد يفقد جزيئة ماء ويتكون عندنا الـ NO2+. من نقول NO2+ إذا تكون عندي
شو تكون عندي طلاب من اقول حبابه وياي وياي حبابه وياي من يقول ان او 2 بلس يعني تكون عندي شنو الكتروفايل اشر تفاعل الاش 2 اس او 4 مع الاتش ان او 3 تكون عندي الكتروفايل رمز ان او 2 بلس حعيد المره الاخيره تفاعل الاتش ان او 3 مع الاتش 2 اس او 4 تكون عندي الكتروفايل رمز ان او 2 بلس هذا ان او 2 بلس لايك هالوجين ايضا مهاجم من قبل الالكترونات فايل موجوده على جزيئه البنزين هاجم الان او 2 بلس تكون عندي هاي الحاله الوسطيه الماء هاجم اخذ البروتون تكون عندي البروتك نايتروبنزين و H3O بلس اشر لي على H3O بلس اشر لي عليه اشر على H3O بلس بس رب سأل يقول يا دكتور اياد ال H2SO4 هو شنو كان ال H2SO4 دوره بهذا التفاعل؟ كتلت اكتب ال H2SO4 كان كتلت المفروض يطلع عندي H2SO4 يطلع ماي بلس H2SO4 احضر الكيمياء العضويه من عندي ماي و H2O ماي وحامض نكتب عشان نرمز اليه طلاب وياي اكتب اذا ماء زائدا حامض شلون نقدر نكتب رمزه؟ بالكيمياء العضويه وش نسمي هذا الناتج؟ تفاعل ماء مع حامض ومتفاعل تفاعل ماء مع حامض يتكون H3O بلس يسمى هيدرونيوم ايون هيدرونيوم ايون H3O بلس هذا معناته عندي H2SO4 بكاتب H2SO4 هيك بنقصه H2SO4 زائدا H2O تقدر مو كان هذا تشطب هذا H3O بلس تكتب H2SO4 زائد H2O H3O بلس يسمى هيدرونيوم ايون اخذته العام هيدرونيوم ايون اذا تفاعل النيتريشن اهم شيء تكوين الالكتروفايل هو NO2 بلس كيف يتكون؟ يتكون من خلال تفاعل H2SO4 مع NO3 لتكوين النيتروبنزين الباي برودكت منع شو اسمه الباي برودكت عندنا هنا طلاب جابوني طلاب رجاء طلع عندي نيتروبنزين لا طلع عندي المي H2SO4 هو كاتاليست اذا الباي برودكت مع تفاعل النيتريشن هو الماء اكتب الباي برودكت لتفاعل النيتريشن هو الماء واضح ولا التفاعل الاخر تفاعل الاسيليشن عوف الفريدر كرافت اخر محاضره طلع الاسيليشن فريدر كرافت اسيليشن على هذا R C double bond
اسيد جروب يسمى اسيد جروب. اسيد هلال تاخذوها ان شاء الله من درسون الدريفيتيف اوف كربوكسيليك اسيد يسمى اسيد جروب. هذا التفاعل شيكون ناتج في كور زائد الكيتون يعني إذا هنا عوضنا سجلوا هاي الملاحظة رجاء. كل الميكانيزم اللي شرحتها الثلاثة مش شرحنا؟ شو شرحت؟ هالوجينيشن نيتريشن واسيليشن مال فريدن كرافت. السلفونيشن عليك انت تقراها كلها فقط للإيضاح ما مطالبين به بالامتحان. كل اللي شرحته سابقا غير مطالب الطالب به بالامتحان. يعني ما اجيب ميكانيزم او هالوجينيشن ما اجيب ميكانيزم للبقية. هسه حقول لك منين حجيب المطالب الطالب بيها. واضح طلاب؟ كل اللي شرحته هو فقط للايضاح للطالب شلون يصير التفاعل. واضح طلاب؟ رجعتي؟
بكتب هسه جاي هو المهم، بكتب عليه جدا مهم. طلاب فقط الميكانيزم مداخل بالامتحان، اما التفاعلات مطالبين بها، يعني مطالبين تفاعل هالاجينيشن، مطالب بالنايتريشن، بالسلفونيشن، بالاسيليشن، ولكن ميكانيزمات ماتهم نجيك بالامتحان. واضح طلاب تحتي؟ واضح؟ لان ده سجل ترى. اذا اكتب الفري ديلكرات الكوش. اريد هسه وياي 100% ما نطلع منه اذا ما نفتم هذا الموضوع. اكتب عليه فري ديلكرات جدا جدا مهم. و100% جاي بالامتحان بالمد والفايل. اكتب على هاي الصفحة هو الزبدة مع هاي المحاضرة. التفاعل العام مال الكليشن عبارة عن تفاعل سلسلة ما عندي بنزين RX RX مع حاليد الكين بوجود الكتس لويس أسيد يعطيني مركب الار الالكين صار سبستيوتد بمكان الاتش على البنزين ريك وتكون عندي الباي برودكت اتش اكس وتكون فد مركب ديريفيتيف بنزين عليه ار. اكتب المعادله العامه لما تولدي اريد اسوي اياه حبدي اسال الاسئله. ما هي انواع الكربون وياي طلاب؟ اساعدكم شويه. ما هي انواع الكربون؟ اكتب انواع ذره الكربون. شو اسمك حباب؟ برايمري كربون، سكندري كربون، تيرشري كربون، كواترنري كربون، اولي وثانوي وثالثي ورابعي. اولي ثانوي ثالثي واترنري رباعي، مو بس ثلاثة أربعة. أربع أنواع موجودة من ذرات الكربون. سجلتوها ولدي؟ كم نوع عندي هيدروجين؟ نعم. إذا عندي الهيدروجين هذا الهيدروجين على السيت 3 هذا primary hydrogen، هذا الH2 secondary tertiary hydrogen. ليش ما عندي quaternary؟ لأن ما عندي H على ذرة الكربون. ليش ما عندي quaternary؟ لأن ما عندي H
على ذرة الكرب، صح؟ صح طلاب لو غلط؟ كم نوع عندي ألكال هلايد؟ طلاب جاوبون حبار، إيش ما تفعلوا يا الله خليك. كم نوع ألكال هلايد؟ R X كم نوع عندي؟ كم نوع ألكال هلايد؟ نعم. هنالك ثلاثة أنواع من ألكال هلايد. برايمري ألكال هلايد. وسكندري وترشري. البرايمري ألكال هلايد. R CH2X. R2 CHX. R3 CX. عوضنا مكان ذرة هيدروجين عوضناها بايش؟ باكس. عوضنا شلون عرفنا هذا برايمري؟ لان الاتش كانت برايمري من طخذت عليها الهالوجين صارت مكان الاتش برايمري دخلت اكس صارت برايمري وهكذا الباقي. كم انواع كحول عندنا؟ شنو هي؟ سكندري وترشري. يعني مو كان اكس اكتب او اتش، اكتب ار سي اتش 2 او اتش، ار 2 سي اتش او اتش، وار 3 سي او اتش. ثلاث انواع من الكحولات برايمر سكندري وترشري. من قلنا برايمري الكل هذا يعني الاكس عوضناه مو كان من؟ مكان من طلاب مكان اتش. من قلنا كحولات الاتش عوضناها بكام؟ من ال عوضناها بو اتش. صعب بسيط مو؟ سؤال ابسط من اللي حسأله وجاوبوني. هذا البنزين سبستريت ثابت عند كل اشياء الفتره. فكرني بالآر إكس. سؤال، ما هو الكحول اللي يكون أكثر استقرارا؟ كم نوع كحول عندنا طلاب؟ سكندري وترشري. ما هو الأكثر استقرارا من ذني ثلاثة؟ ليش الترشري صار أكثر استقرارا؟ من يجاوبني؟ حيدر. أقل عدد هيدروجين بي؟ لا. ليش الهاي ليش ما سألت نفسك في اليوم أو الأستاذ تدرسك الكحولات مسألة تقول له ليش هذا هذا الكحول هو أكثر استقرارا من السكندري والسكندري أكثر استقرارا من البرايمري؟ نعم؟ لا 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 واصلة لا تسكن على هاي يعني أواصلة لا تسكن على هاي هسه أحكي لك هسه أحكي لك هسه بس هسه أحكي لك خلينا نشوف ميكانيزم من هذا التفاعل. لازم شو ندور في التفاعل هذا؟ نطلع علمنا نطلع اول شيء. شو نطلع طلاب اول شيء لازم نطلعه؟ الكتروفايل. اذا لازم اعرف ما هو الالكتروفايل وش اسمه هذا الالكتروفايل في تفاعلات الالكتروفيليك سبستيوشن ريأكشن لمركبات فريدر كرافت الكيليشن. لازم اعرف شنو هذا التفاعل هذا حتى طلعه تفاعل ار اكس مع لويس اس. اكتب معادله ار اكس مع لويس اس. وعندك هاي الشرائح عندك لا تكتب طلع ما تشوف المنزله. ار اكس مع لويس اس تتكون عندي عباره عن تفاعل لويس فيس. اشرب جوا هذا لويس فيس مع لويس اس. بعد ما يحتاج اكتب شيته بالاول لويس فيس مع لويس اس انفاني هذا المعقد R plus لويس B أما كلور أو برو. من هو الالكتروفايل هنا؟ بلا من هو الالكتروفايل هنا؟ خلي دائم مدار اكتب هذا R بيكسول R plus. هذا شو اسمه هذا ال R plus؟ اسمه
اسمه كاربو كاتيون، اشر جوا هذا الاربوس نسميه كاربو كاتيون. تحفظ اسمه مثل ما تحفظ اسمك، اريده بالامتحان. هذا الاربوس كاربو كاتيون. وين العام درستوا وشفتوا الكربون كاتيون اول مره؟ وين؟ بيا تفاعلات. يلا الطلاب جابوني. لا اخذتوا العام في تفاعل شنو؟ كربون كاتيون. نعم ما منو؟ تفاعلات الكحولات. اكتب اول مره شفناه في تفاعلات الكحول. حتى حضر الكين. واحده من طرق تحضير الكين عباره عن تفاعل كحول مع حامض. هذا السبستريت وهذا الريجنت. ما تكتب، ما يحتاج، ما حد يقول انت حاضر. ما تكتب، رجع وضحها. هذا الدرس العام. سبستريت كان كحول، ريجنت عندي حامض، انطاني الكين. هذا التفاعل ميكانيزم مالته تكوين كربون كاتيون. الخطوة الأولى حتى يكون هذا H. شوفوا هنا الكترونات O H فقط ناقص الجزيئتين كربون. أبسط من هذا. ما هي انواع الكربون كاتيون؟ جابوا لي طلاب حبابي. ما انواع الكربون كاتيون؟ جابوا لي طلاب، والله ما طلعتهم. ما انواع كاتيون؟ كم نوع؟ ثلاث انواع. اكتب برايمري كربون كاتيون، سكندري كربون كاتيون، تيرشري كربون كاتيون. برايمري كربون كاتيون، سكندري كربون كاتيون، تيرشري كربون كاتيون. شلون عرفت هذا كربون كاتيون اولي والثاني والثالثي؟ قلنا التفاعل مال فريدريك رافت. شو استعملت الطلاب؟ يشوفون شنو هذا؟ الكان هلال. اذا هذا برايمري انطاني كربون كاتيون برايمري، إذا هذا سكندري وثاني كربون سكندري، وهكذا ترشل. إذا من هو حدد الكربون كاتيون؟ من هو؟ الـ RX الريجنت. إذا عندي برايمري كربون الكال هالايد انطاني شنو؟ كربون كاتيون برايمري، وهكذا السكندري فالترشل. من هو من هذول الأكثر استقرارا؟ تيرشل. اكتب تيرشل كربون كاتيون، تيرشل كربون كاتيون مور ستيبل دان السكندري، السكندري مور ستيبل دان برايمري. كربون كاتيون تيرشل مور ستيبل دان سكندري، والسكندري مور ستيبل دان برايمري. نرجع السؤال اللي سألتكم اياه، ما هو الكحول الاكثر استقرارا؟ ليش؟ لان ينتج، لان جاي من كربون كاتيون، طيب كربون كاتيون ثالثي. الاساس المستقر مالته هو الايون. بما انه مستقر فاذا المركب شو يكون؟ صعب لو سهل؟ صعب لو سهل طلاب؟ ليش التيرشري كربون كاتيون مستقر؟ اذا التيرشري الكحول هو اكثر استقرار من البقيه. بس اكمل اسمع عباد.
ترسل الكربون كثير اكثر استقرارا في ذاك المات الحقول يكون مستقر. فاذا ناتج التفاعل مال ريجنت هو الكحول او الار اكس ناتج تفاعله هذا التفاعل اذا فاعلته مع السكران برايمري كاتيون يكون مستقر. فاذا ناتج يتحول الى سكندري كربون كاتيون. اكتب اذا تكون كربون كاتيون اولي إذا تكون كربون كاتيون أولي كالكتروفاير يجب أن شو نسوي له؟ نحوله إلى سكندري أو التيرشر. من هو يتحول الأفضل؟ إما يتحول للسكندري أو التيرشر. التيرشر الأفضل. إذا تكون عندي سكندري الحوله ترشري افتح قوس بين قوسين بين هلالين خليه. في حاله السكندري اذا حول الى ترشري افتح قوس ان امكن. لكن بالبرايمر ايش قلنا؟ جبنا هاي الكلمه هالمصطلح ان امكن. ليش؟ لان لازم نحوله ان امكن في حاله السكندري. إذن السؤال ما هي التفاعلات؟ اكتب سؤال ما هي التفاعلات التي ميكانيكية التفاعل تنتج عنها الكربون كاتيون؟ شنو التفاعلات اللي ميكانيكيتها تنتج عنها الكربون كاتيون؟ هنالك ثلاثة أنواع من التفاعلات. التفاعل الأول تفاعل هاليد ألكين مع لويس أسيد. التفاعل الثاني سبعة عشر. التفاعل الأول هاليد ألكين مع لويس أسيد. العقل البشري. التفاعل الأول هاليد ألكين مع لويس أسيد. التفاعل الثاني التفاعل الألكين مع حامض. التفاعل الثالث تفاعل كحول مع حامض. تفاعل كحول مع حامض. طلاب فد ملاحظة. أي تفاعل تباع أول ما يكون السبستريت. الرئيج تكتبوه بعده عسر تكتبون الكاتاليست. يحكي بشكل عام. فإذا هناك ثلاثة تفاعلات ناتج الميكانيكية مالتها إنتاج الكربون كاتيون. تفاعل كحول مع حامض. تفاعل ألكين مع حامض. تفاعل ألكل هلال مع حامض. من يتكون الكربون كاتيون؟ لو نرجع للميكانيزم من يتكون الكربون كاتيون؟ نرجع للميكانيزم. يتكون الكربون كاتيون هاجم الكربون كاتيون نفس السيكونس ناتج التفاعل اتش سي ار او اتش بي ار حسب الأشكال هذا يكون عنده مركب الآر على البنزين.
كان عندك سؤال شنو كان سؤالك؟ كان ممكن تيرشري؟ هسه اقول لك ليش هسه جاوب اذا تكوين الكربون كاتيون نقدر نستعمله بثلاث تفاعلات ينتج كربون كاتيون والكربون كاتيون افعله مع الاروماتيك البنزين وحضر المركب المفروض العام انطوكم شلون نحول البرايمري الى سكندري شلون نحول السكندري الى تيرشري كربون كاتيون اخذتوا لو ما اخذتوا اخذنا ترجع على محاضرتك المحاضره مال الساعه دي حنطيها حنطي امثله وحاعيد لكم شلون ابدي احول شلون يصير المايجريشن اذا تذكرون كلمه مايجريشن كانت في التفاعلات اما اسوي مايجريشن للH- او اسوي مايجريشن حشرحها بالساعه الالكترونيه مع امثله السؤال يتراود للذهن احجاوبك على سؤال بس اخلص السؤال يتراود للذهن شلون عرفوا العلماء انه الكربون كاتيون اكثر استقرارا من السكندري والسكندري اكثر استقرارا من البرايمري دائما احنا شو نقول التجربة أحسن شنو؟ برهان برهان مو هاي عندنا هاي العبارة؟ طلعوا هاي هذا التفاعل طلعوا لي هذا التفاعل هذا التفاعل اكتب عليهم هذا التفاعل اكتب عليهم 11 ويا يا بلال رجع شوي بس نخلص وخلاص أجاوب زميلكم على سؤال هذا التفاعل هو جواب شو اسمك حباب عبد الواحد ليش الكربون كاتيون أكثر استقرار سووا في التفاعل علماء بنزين مع هذا شو تسمينه الكال هلا هذا من يانا مع الكال هلا طلع برايمري اكتب جوا برايمري الكال هلاي اكتب جوا هذا برايمري الكال هلاي هذا شكله CH3 CH2 CR برايمري الكال هلاي إذا فاعلت مع لويس أسد لويس أسد مختصر أبا لويس أسد شو يعطيني؟ بعد حياتي سي اتش سي اتش 3 سي اتش 2 شغلي على إشارة هنا برايمري كاربو برايمري الكال هلاي الثاني برايمري كربون كاتيون صح لو كان البرايمري كربون كاتيون مستقر لو هذا فاعلته مع بنزين ما هو المركب اللي حيتكون CH3 CH2 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 CH2
كان المفروض هاي السيري تمرير ترتبط. لكن الهضم انفعلوا مع البنزين. طبعا هذا المرتب. يا شاري ناتج التفاعل قال العلماء لو كان هذا متكون البرايمري لكان البرايمري ايضا مستقر، لكن من فعله هذا المركب بالذات انفعلوا شافوا انه يكون عند هذا المركب وليس هذا المركب. اذا قالوا اقصى شيء يصير بالتفاعل فري ارينجمنت اعاده ترتيب لجزيئه الكربون كاتيون تروح للمركب اكثر استقرارا. يتكون عندنا اذا من تكون هذا عندنا كربون كاتيون هذا من تكون راح تكون في الكربون كاتيون وهذا انتقل من هذا لهذا. كيف انتقل؟ حنحكيه بالمحاضرة إن شاء الله الساعة اللي حنحكيها يوم السبت إن شاء الله. ليش الكربون كاتيون أكثر استقرارا؟ هاي واحدة من الشواهد على انه اكثر استقرارا، بس هي الحقيقه ليش اكثر استقرارا؟ لان هاي شيء هذا شنو هذا الطلاب؟ هذا شنو هذا؟ شنو هذا؟ هاي شنو هذا السعر؟ موجب. هاي كل ما عندي سي اتش 3 هاي دافعه للالكترونات ما تحتاج تطيب الادفانس. هاي دافعه للالكترونات كل ما عندي سي اتش 3 اكثر كل ما تدفع الالكترونات حتى هاي النص يبدي يفتر عليه من تقرب التفاصيل ننتهي هذه طلبة الدراسات العلمية. واضح طلاب؟ السبت السبت حدز لكم رابطين اللي ارادوا من عندنا الجامعة والكلية رابط يدخلون قسم على الزوم يوم السبت رابط يدخل على جوجل ميت يدخلون حدد لك الرابط وقسم حيدخلهم على الاف سي سي.